بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم الدكتورة هشيم مريم نبيلة، معهد العلوم الاقتصادية والتسيير، السنة الأولى، جدا مشترك أعلام دي، في محاضرات مقياس مدخل في إدارة الأعمال. أما الآن فسوف نتطرق إلى النظرية البيروقراطية، وهي المدرسة الثالثة في المدارس الكلاسيكية. ترتبط هذه النظرية باسم العالم الاجتماعي الألماني ماكس فيبر 1864-1920. إن ما يميز كتابات فيبر عن كتابات معاصريه من دعاة الإدارة العلمية هو درجة التعقيد العلمي الذي تتميز به. لقد استهدفت من طرح أفكاره في هذه النظرية تقويم الإدارة الحكومية وما تشمله من أجهزة وتنظيمات إدارية مختلفة، وتأثير سلوك الأفراد على الإدارة في هذه التنظيمات. وترتكز النظرية البيروقراطية لفيبر على التنظيم الذي يعتمد على تقسيم العمل والعمل المكتبي، كما أنها مجموعة الأسس الإدارية التي تعكس السياسة العامة للمنظمة وتضعها موضع التنفيذ لتحقيق أهداف المنظمة. ويعود أصل كلمة البيروقراطية إلى بيرو، وهي كلمة ألمانية ومعناها مكتب، المستخدمة في بداية القرن الثامن عشر ليس للتعبير عن كلمة مكتب للكتابة فقط، بل للتعبير عن الشركة وأماكن العمل. وكلمة قراطية، وهي كلمة مشتقة من الأصل الإغريقي كراتوس، يعني السلطة. الكلمة في مجموعها تعني قوة المكتب أو سلطة المكتب. من خلال دراسة النظرية، قدم فيبر مجموعة من خصائص النظام الإداري يمكن ذكرها فيما يلي: تقسيم العمل والتخصص. ذلك بتقسيم الأعمال فيها إلى عدة خطوات، يتم اختيار من يشغلها حسب درجة تخصصهم في الأعمال المطلوبة، وبهذا يكون كل فرد مسؤولا عن وظيفة التي يشغلها. التسلسل الرأسي، ويعني ذلك وجود مستويات إدارية متفاوتة، وكل مستوى يتبع المستوى الذي يعلوه في شكل هرمي. الرسمية وتقنين الإجراءات، ويعني ذلك وجود نمط من العلاقات الرسمية في العمل، بحيث يتعامل الموظف مع المراجعين له في العمل بصفة رسمية وليست بصفته الشخصية. التعيين والترقية على أساس الجدارة، قرارات التعيين والترقية للموظفين تتم وفق لاعتبارات الكفاءة والتأهيل وليس لاعتبارات غير موضوعية. اعتبار الإدارة مهنة دائمة، النظر للإدارة باعتبارها مهنة تحتاج للتأهيل والتدريب المستمر، مما يضمن الأداء الجيد ويحقق الأهداف. الفصل بين الحياة الشخصية للموظفين والحياة الوظيفية، في النظرية البيروقراطية تؤكد على ضرورية الفصل بين الوظيفة كدور يقوم به الموظف وهو دور تحكمه القوانين وتعليمات المنظمة، وبين الممتلكات الخاصة للموظف. من خلال هذه الخصائص التي قدمها فيبر، أراد إيجاد منظمة مثالية لها القدرة على ممارسة أعمالها وتحقيق أهدافها. والآن سوف نمر إلى تقييم المدرسة الكلاسيكية. تعتبر الأفكار والنظريات التي جاءت بها المدرسة الكلاسيكية ذات أهمية، إذ استجابوا لمتطلبات عصرهم التي كانت تهدف تلك المرحلة زيادة الإنتاج في المجتمعات الغربية. لذلك عمل مفكري هذه المدرسة في البحث على رفع إنتاجية العمل في المنظمات من خلال عدة تجار في اقتصاد الوقت والزمن، لرفع من إنتاجية العاملين وتحسين الإنتاج، وهذا ساهم في تقدم المجتمعات الصناعية. وعلى الرغم من ذلك، ألقت عدة انتقادات، منها إهمال العنصر البشري، فهو لم يأخذ بالعين اعتبار عوامل البيئة الخارجية كذلك، وترتكز هذه النظرية على الحوافز المادية وإهمالها ولهذه الأسباب جاءت مدرسة العلاقات الإنسانية التي اهتمت بالعنصر البشري وأهميته في المنظمة كأحد العوامل الأساسية لبقاء المنظمة واستمراريتها. وجاءت بعد المدرسة الكلاسيكية التي أهملت العنصر الإنساني في الإدارة وعدم إعطائه الأهمية اللازمة. ولقد ركزت هذه المدرسة على الاهتمام بالتنظيم غير الرسمي وتأثيره على التنظيم الرسمي. من أهم رواد هذه المدرسة هو ألتون مايو 1949-1880، وهو مؤسس مدرسة العلاقات الإنسانية في الإدارة، التي كانت رد فعل لاحتمال النواحي النفسية والاجتماعية عند العمال من قبل فايول وتايلور. ولهذا ركزت هذه المدرسة على الاهتمام بالإنسان كإنسان،
من خلال اتصاله وتفاعله مع الجماعة، وأثبتت بأن العلاقات الاجتماعية والعوامل النفسية لها دور كبير في زيادة الإنتاج، وهذا عبر عدد من التجارب عرفت بتجارب هاوثورن. اهتمت هذه المدرسة بالعنصر البشري، التنظيم الغير رسمي، وكذلك بالمتغيرات المؤثرة في سلوك العاملين. لقد قام مايو بعدة تجارب نذكر منها: دراسة ارتفاع معدل دوران العمالة. يعتبر مايو أحد الباحثين بالجامعة الأمريكية، وقد أسندت إليه دراسة مشكلة ارتفاع معدل دوران العمالة في أحد مصانع النسيج، حيث كان معدل دوران العمالة مرتفعا بقسم الغزل مقارنة مع الأقسام الأخرى، برغم من وجود خطة لتحفيز العاملين. ومن أسباب هذا الارتفاع شعور العاملين بالروح المعنوية المنخفضة بسبب معاناتهم لكثير من الظروف الصعبة أثناء العمل، كطول فترة الدوام الرسمي وعدم وجود فترات راحة كفاية والإجهاد الجسدي في العمل وغيرها من المتاعب. بدأ مايو في تجربته بإعطاء العاملين في قسم الغزل فترات الراحة كافية أثناء العمل اليومي، وقام في نفس الوقت بمناقشة المشاكل التي يواجهونها مباشرة مع العاملين، وهذا أدى إلى مشاركتهم في طرح مشاكلهم للنقاش، مما زاد في ارتفاع روحهم المعنوية، وكنتيجة لذلك زادت إنتاجيتهم. استمر هذا الوضع لمدة 4 أشهر، ثم قام المصنع بإيقاف فترة الراحة نتيجة لزيادة الطلب، مما أدى إلى انخفاض مستوى الإنتاجية. قام المدير بعد ذلك بإصدار أوامر إعادة فترة الراحة، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الإنتاج إلى 85%. استنتج الباحثون من خلال هذه الدراسة ما يلي: العامل بالمنظمة هو كائن حي اجتماعي تحركه عوامل أخرى بجانب العامل المادي، كما أن العامل يتأثر بالقيادة والذي يجب أن تتوفر فيه سمات معينة. العامل يعمل من خلال الجماعة، وبالتالي حل المشكلات التي تواجهه لا تتم إلا بمشاركة المجموعة ككل. والآن سوف نمر إلى التجربة الثانية التي قام بها ألتون مايو، وهي دراسة أثر بعض العوامل الاجتماعية على إنتاجية العامل. لقد قام ألتون مايو رئيس قسم البحوث الصناعي بجامعة هارفارد بعدة دراسات في مصانع هاوثورن التابعة للشركة الأمريكية. استهدفت هذه الدراسات إجراء بعض التجارب تناولت معرفة أثر الإضاءة على إنتاجية العمل عن طريق المقارنة بين مجموعتين، إحداهما تعمل في ظروف العمل العادية والأخرى تحت ظروف إضاءة أفضل. كما لاحظ بأن المجموعة التي تعمل تحت ظروف إضاءة أفضل تزيد من الإنتاجية. إذن يمكن القول أن تحسين ظروف العمل يؤثر على الإنتاجية. تقييم مدرسة العلاقات الإنسانية: عدم استخدامها الطريقة العلمية للوصول إلى النتائج، ركزت على العنصر البشري أكثر من الأسلوب العلمي في الإدارة، إشباع رغبات الفرد بعيدا عن أهداف المؤسسة،